الثانيه جايه اعداد كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره. وسيحكم التاريخ علي وعلى اهلي قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مختار العشري المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. دكتور مختار أهلا بحضرتك. مرحبا بك أستاذ محمد. أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة، ذلك بعد زيارة السيسي في 9 من الشهر الجاري. وبحسب تقرير الصحيفة فإن سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض اعترفت في بيان لها أن الإدارة تعمل على تعيين الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وقالت ساندرز تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية. هناك تساؤلات عدة مشاهدينا الكرام حول حقيقة ما تريده الإدارة الأمريكية أو ما تقبل عليه الإدارة الأمريكية التي أشارت إليه سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية، وأن بأن الأمور تجري في هذا المسار، بأن الرئيس الأمريكي يعمل على تعيين جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. تساؤلات عدة حول دور السيسي في هذا الأمر، هل هناك طلب مباشر من السيسي؟ طيب في المقابل هل الرئيس الأمريكي بكل سهولة يمكن أن يقبل ما يمليه السيسي أو يطرحه السيسي حول جماعة الإخوان المسلمين؟ ما هي ردود الفعل؟ ما هي تداعيات هذا القرار الخطير أو ربما هذا التصريحات، هذه التصريحات التي أدلت بها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين؟ طبعا تحدثنا بأنه صحيفة نيويورك تايمز هي التي ذكرت بعض التفاصيل حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار تعليماته أو في النهاية الوصول إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. فهناك تساؤلات أيضا حول موقف أو مواقف الدول من ذلك، لأنه هذا الأمر متعلق بكثير من الأمور فيما يتعلق بدول كثيرة. يعني تحدث على سبيل المثال تركيا كان لها موقف، أو متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي كان له موقف فيما يتعلق بنية أمريكا تصنيف جماعة إخوان المسلمين كجماعة إرهابية. هذه التساؤلات نطرحها مع ضيفنا الدكتور مختار العاشر مستشار قانون حزب الحرية والعدالة. أعود إليك مرة أخرى دكتور مختار، أهلا بك. في البداية في أي إطار ترى إعلان البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل على تصنيف جماعة إخوان المسلمين تنظيم إرهابية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل عملنا كله صالح واجعله لوجهك خالص. في حقيقة الأمر يعني نبدأ دائما بالتحية لأهلنا في مصر وتحية لإخواننا المعتقلين وراء الأسوار، وإلى أيضا أهالي المعتقلين وأهالي الشهداء وأهالي المصابين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يخلص مصر من هذا الكابوس، كابوس الانقلاب العسكري الذي ما فتئ أن يحاول أن يعني يجثم على صدر أهل مصر يوما بعد يوم. وفي محاولة منه في ذلك كان في زيارة في أبريل هذا الشهر، وتقابل زعيم الانقلاب العسكري مع رئيس ترامب وطلب منه حسب يعني مسؤول أمريكي كبير
أن يصنف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهذه ليست المرة الأولى. فمنذ وصول الرئيس ترامب إلى الحكم في يناير، في 20 يناير سنة 2017، وهم يدرسون هذا الأمر. وتقدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ وهو تيد كروز في هذا العام، عام 2017، بالقانون 68 في مجلس الشيوخ، محاولا أيضا أن يصف الجماعة أو يصمها بهذا الوصف. وكما تقدم أحد أيضا أعضاء نواب الكونغرس في نفس العام، ومعه 67 آخرين أيضا بنفس بالقانون 377 في محاولة أيضا للوصول إلى هذا القرار. لكن الحقيقة كان وقفة المجلس النواب أو الكونغرس ككل في الشيوخ والنواب وقفة ضد هذا الأمر، خاصة بعد تحرك المسلمين هناك ومنع وتفهيم الوضع لكثير من أعضاء الكونغرس، رغم أنه كان لا يزال العدد الأكبر للجمهوريين وليس الديمقراطيين. فهذه المحاولة محاولات متكررة وليست مرة الأولى. تكررت المحاولة أيضا بعد تصنيف أمريكا لألويت حسم وغيرها من بعض التنظيمات في مصر بأنها إرهابية، وطلب تيد كروز مرة أخرى بأن تصنف جماعة الإخوان المسلمين، وأن هذه التنظيمات التي وصفوها بالإرهابية ما هي إلا أيضا من عباءة الإخوان المسلمين كما يقول. هذه هي المرة الثالثة التي يحاول فيها ترامب وإدارته في هذا الأمر. والتصنيف قد يكون عن طريق الكونغرس، وقد يكون عن طريق وزارة المالية، وقد يكون عن طريق وزارة الخارجية. ما الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين من إزعاج للولايات المتحدة الأمريكية حتى يسعى ترامب أو حتى يسعى بعض أعضاء الكونغرس للدفع لتصنيفها جماعة إرهابية؟ طبعا هناك أسباب وراء مثل هذه الأمور. أولها هو أن الكيان الصهيوني طبعا بيعتبر جماعة العدو الأول له هو الإخوان المسلمين. الأول قبل كل شيء وقبل أي دولة، العدو الأول بالنسبة للكيان الصهيوني بيعتبر بعد الشعب الفلسطيني أخوان. والشعب الفلسطيني بيعتبر كل الإخوان المسلمين يعني. وطبعا حماس بيتهمها بالصلة بالإخوان المسلمين، وأنها أن الإخوان وراء حماس كما كان في دستوريا، وبالتالي الإخوان المسلمين هم من ذاقوا أيضا. والعدو الصهيوني في سنة 48 الضربات القاسية حتى أنه كاد أن يهزموها لولا تدخل بعض الجيوش العربية وخيانة بعض هذه الجيوش للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لكن حقيقة الأمر أن يعني العدو الصهيوني هو السبب الرئيسي، ومعلوم علاقة ترامب بالعدو الصهيوني وأنه جاء لإنهاء القضية الفلسطينية. الأمر الثاني هو يعني محاولة في لإنهاء صفقة القرن، وصفقة القرن يعني كان من طلبات السيسي في هذا الشأن في أمريكا أن تصنف جماعة الإخوان المسلمين التي ستقف حجر عثرة في أمام هذه الصفقة، أن تصنف بأنها إرهابية. وربما بعض أركان الإدارة في إدارة ترامب بدأت تستجيب لهذا الأمر، مثل وزير الخارجية الجديد ومستشار الأمن القومي، على عكس ما كان من قبل في سنة 2017. فالسببين الرئيسيين هو العدو الصهيوني، وأيضا هذا مرتبط بالسبب الثاني وهو إنهاء صفقة القرن على حساب المصريين وعلى حساب الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. وأيضا طلب السيسي مرتبط بالاثنين. دكتور مختار، نعم، طلب السيسي من الرئيس الأمريكي مباشرة تصنيف الجماعة حتى يعني يجد مبررا فيما يفعله بأهل مصر وشعب مصر من تنكيل، سواء بالاعتقال أو بالإخفاء القسري أو التعذيب أو القتل المباشر. يريد
أن يجد مبررا لهذا ومساندة من الحكومة الأمريكية في هذا الأمر، لكن أعتقد أن الكونغرس الأمريكي له رأي آخر. بمعنى؟ بمعنى أنه لن يتم هذا الأمر داخل الكونغرس، ربما يتم على نطاق ضيق في وزارة المالية أو في وزارة الخارجية. يعني لماذا دكتور مختار؟ لأن الغالبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لن يرضوا بهذا الأمر لأن لها حسابات أخرى، وهناك أيضا كثير من أعضاء الحكومة في الأمريكية يرفضون هذا الأمر لأنه مرتبط بالمصالح الأمريكية في أنحاء عدة في العالم. الإخوان المسلمون في 92 دولة وليسوا في دولة، الإخوان المسلمون في مجالس النواب في عدد كبير من الدول وليس صغير، الإخوان المسلمون في عدد من الحكومات خاصة العربية منها، فالإخوان المسلمون ليسوا نكرة وليسوا أشخاص لا تتعامل معهم الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تتعامل مع الإخوان بصفتهم النيابية أو بصفتهم الحكومية في كثير من البلدان، وهذا قد يضر بالمصالح الأمريكية والعلاقات الأمريكية، ولذلك هناك عدد داخل الإدارة الأمريكية يرفض هذا الأمر، وكذلك لن يكون ذلك أبدا ممكنا في داخل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب آخر هو سبب ما يفعله السيسي من انتهاك لحقوق الإنسان في مصر. لكن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالقوة التي يمكن أن تضغط حتى النهاية في هذا الأمر وحتى تفعيل ربما هذا الأمر وإصدار هذا القرار مباشرة من الرئيس الأمريكي. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، هذا ما حدث في 2017. تدافع عدد كبير من المنظمات الإسلامية التي ليس لها علاقة بالإخوان المسلمين في أمريكا ودار يعني زاروا، ومنها من له علاقة يعني، وزاروا الكثير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأقنعوهم بوجهة النظر بأن هذا يضر بالمصالح الأمريكية وأن الإخوان المسلمين بعيدين كل البعد عن منطق الإرهاب الذي تنتهجه الدكتاتوريات التي تساندها أمريكا ومنها مصر على سبيل المثال. وبالفعل فشلت المحاولة السابقة في 2017 وما بعدها، وربما تفشل أيضا هذه المحاولة إن شاء الله، لكن يعني الأقرب أن يكون هناك يعني بعض الحظر المالي على بعض الأفراد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإخوان ليس لهم أموال سائلة تذهب وتأتي في البنوك على الإطلاق، يعني لا بأسماء أفراد ولا بأسماء هيئات، وبالتالي سيكون القرار يعني ليس له أي تأثير إن شاء الله إذا كان جزئيا. نعم. طيب في حالات لما يكون هذا القرار قرار كلي بنفس ما يريده ترامب أو ما يريده الصهاينة، نعم، ما هي الانعكاسات على التنظيمات أو الجماعات التي يتم تعيينها جماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية؟ ليس هناك يعني بالنسبة للإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين كما قلت هم يعني فكر الإخوان هو المنتشر، ليس بالذات بشكل تنظيمي في كل دولة بنفس الشكل. الإخوان المسلمون في كل دولة يراعون قوانينها والخاصة، يراعون أيضا العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في داخل كل دولة التي تختلف عن الدول الأخرى، وبالتالي ليست المسألة باليسر وبالسهولة التي يتحدث عنها البعض. تنظيم الإخوان هو أكبر تنظيم في العالم كله قاطبة كما هو معلوم، تنظيم سياسي يعني وتنظيم اجتماعي أيضا ومنظمة أهلية، وبالتالي يصعب أن تستطيع أن تسيطر عليها، بل هي تزداد قوة يوما بعد يوم بسبب مثل هذه الإجراءات. ما هي ردود الفعل الآن بعد مجرد إذاعة هذا الخبر من قبلكم دكتور؟ الإخوان المسلمون أصدروا بيان اليوم، أعتقد أنه وصل إلى كل وكالات الأنباء وإلى وسائل الإعلام، وتحدثوا فيه بوضوح أن مثل هذا الأمر هو مساندة للديكتاتورية، وبدلا من أن تنظر أمريكا فيما يفعله السيسي من 60,000 معتقل بخلاف ما يفعله من إفقار شعب مصر، إلى
إلا أنهم ينظروا إلى الأمر من وجهة نظر أعتقد أنها واضحة جدا لتصفية القضية الفلسطينية وإرضاء الحليف الدكتاتوري في المنطقة وهو السيسي وحلفائه. البيان واضح بأن الإخوان المسلمون قانونية الإخوان المسلمون يزداد قوة. الإجراءات تتم كما حدث في 2017 بنفس الطريقة إن شاء الله وربما أفضل، بأن ستكون هناك مذكرات وهناك زيارات وهناك يعني محاولة لدفع هذا الأمر أو هذا الشر الذي يحاول ترامب وبعض أركان حكمه أن يأتوا به من خلال الإدارة الأمريكية وليس من خلال الكونغرس. فيما يتعلق بموقف حزب العدالة والتنمية التركي، حذر الحزب من اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارا بتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي. في أي إطار رأيتم هذا التحذير من قبل العدالة والتنمية؟ في إطار العقلانية. أنا يعني دائما الذي يقرأ الأحداث قراءة عاقلة حتى في داخل المعسكر الأمريكي نفسه الواحد بيصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها حزب العدالة والتنمية، بأن هذا يضر بالمصالح الأمريكية ويضر بالعالم أجمع وليس في صالح لا أمريكا ولا غيرها. ولذلك حزب العدالة والتنمية حذر من هكذا أفعال غير محسوبة العواقب من بعض أركان الحكم الرئيس ترامب. تلاحظ مثلا أن وزير الخارجية تغير مرتين وكذلك وزير الدفاع لأنه لا يكون على هوى ترامب وبالتالي فيقوم بتغييره وتغيير بعض الوزراء الآخرين، مستشار الأمن القومي أكثر مرة وهكذا، لأنه يحاول أن يأتي بأناس يعني يتفقون معه في الفكر الذي ينتجه. وبالتالي في ظل هذه الحالة الجنونية لدى ترامب ولدى الإدارة الأمريكية، أليس هناك تخوفات من تطبيق مثل هذا القرار فعليا دكتور مختار؟ حتى لو تم تطبيقه أنا أعتقد أنه سيتم بالشكل الجزئي ومن خلال وزارة الخزانة وليس حتى وزارة الخارجية. على ما أعتقد أن صوت العقل في النهاية، والعقل هنا يعني المصالح الأمريكية، اللهم إلا أما إذا كان العدو الصهيوني سيمارس ضغطا أشد وأكبر وأعظم على وطبعا وزيله السيسي على الإدارة الأمريكية. ما الذي يعنيه أنه تصنيف الجماعة الإخوان المسلمين سيضر بالمصالح الأمريكية؟ يعني أنا قلت أن الأمريكان يتعاملوا مع الحكومات العربية والإسلامية في معظم دول العالم، يعني مثلا على سبيل المثال هناك برلمان ماليزيا وحكومة ماليزيا ما فيها أعضاء من الإخوان المسلمين، وكثير في أندونيسيا وفي المغرب وفي غيرها من البلدان، كثير البلدان حتى في بعض الدول الغربية يعني. ولكن كيف لهذه الحكومة أن تتعامل مع هؤلاء إذا كنت بتصنف هذه بعض أعضاء الحكومة بأنها إرهابية؟ كيف تتعامل معها؟ لا شك أن هذا يضر بالعلاقات الأمريكية الماليزية والأندونيسية والمغربية وغيرها وغيرها وغيرها. فهذا قرار غير حكيم بالمرة، وبالتالي لأنك تصف فكر أنت تعلم جيدا أنه بعيد كل البعد عن الإرهاب وأنه يتصف بالوسطية، إلى أن تصف إرضاء لبعض حلفائك وإرضاء للعدو الصهيوني تحاول أن تصم بما ليس فيه، فهذا أمر في منتهى الخطورة. لأن كيف لإرهابي أن يحكم في أندونيسيا مثلا؟ كيف لإرهابي أن يحكم في كيف لإرهابي أن يحكم في كذا وكذا وكذا؟ هذا أمر غير منطقي وغير معقول يعني بالمرة. لكن هل يمكن أن يكون التصنيف جزئيا خاصا بجماعة الإخوان المسلمين في مصر دكتور مختار، بما أنه السيسي هو الذي طلب هذا الأمر؟ ممكن يطلب هذا، ولكن يعلم أن الجماعة في مصر هي الجماعة الأم يعني، فإذا ما وصفت الجماعة الأم بذلك فكأنك تصف الجماعة أو المنتمين إليها في العالم كله بهذا الوصف. حتى لو وصف أفراد؟ حتى إذا وصف أفراد، إذا وصف قيادات مثلا، قيادات يعني معنى كده أنك تسم التنظيم كله بما تسم به قادتها، وهذا أمر في منتهى الخطورة. لذلك الأمر ليس باليسر ولا بالسهولة، وأعتقد ربما يفشل كما فشل من قبل، وربما يأتي بشكل جزئي بسيط من خلال وزارة الخزانة لبعض الأفراد
فقط لا غير، ومن ناحية الأموال لا أكثر ولا أقل. طيب دعنا نشرك معنا دكتور صفي الدين حامد مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية. انضم إلينا دكتور صفي، مرحبا بك. أهلا بك دكتور صفي الدين. دكتور صفي الدين حامد معنا عبر الهاتف مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية. ربما انقطع التواصل مع دكتور صفي الدين، سنعود إليه مرة أخرى. يهمنا أن نسمع رأي الدكتور صفي لأنه مقيم في طبعا أمريكا. هو قريب جدا من نعم أمريكا. وطبعا في مركز الدراسات الذي يعملون به، فأكيد هم وربما حضر أكثر من جلسة استماع حتى في الكونغرس الأمريكي. إذن هو سيعود إلينا مرة أخرى دكتور مختار، ولكن نخرج إلى فاصل قصير حتى يعود. تفضل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل حلقتنا، ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية، أعدادها كثيرة برضه جاية على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطبخة راس من عندنا؟ شعبتان وأكبر معوق لحركة. قالت إيش؟ ثلاثة سبعة. قالت قتل. مش دولة حقيقية. تانية جاية أعدادها كثيرة برضه جاية على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطبخة راس من عندنا؟ شعبتان وأكبر معوق لحركة. قالت إيش؟ ثلاثة سبعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود ورحب بضيفي الدكتور مختار العشري المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. دكتور مختار أهلا بك. مرحبا بك. إذن عاد إلينا دكتور صفي الدين حامد مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية. دكتور صفي الدين أهلا بك. أهلا وسهلا بك وبضيوفك. أهلا بك دكتور صفي. في البداية، في أي إطار رأيت هذا الإعلام من المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا؟ أولا يعني لم أنزعج كثيرا، هذه طبعا قيلت من قبل كثيرا، وأعتقد أنها ليست بهذه السهولة، لكن طبعا هذا تأثير طبعا جون بولتون اللي هو أصبح حاليا ناشونال سيكيورتي أدفايزر أو اللي بيسموه يعني مستشار الأمن القومي. وهو رجل صهيوني متعصب جدا وطبعا ضد العرب والمسلمين طول عمره يعني. إلى جانب طبعا وجود عبد الفتاح السيسي، لكن أعتقد هي مش بالسهولة دي، لأن أمريكا مش يعني لا تضر بالبيت الأبيض وحده، في دستور والدستور بيؤكد على قواعد ويعني خطوات معينة، وطبعا في الكونجرس اللي هو لازم يناقش ويوافق، وفي وزير عدل أو يعني اللي بيسموه هنا المتاع العام، وهذا الرجل يعني إلى حد كبير قوي ومخضرم ولن يعني يكون لعبة في يد ترامب أو من يحرك ترامب مثل نتنياهو يعني. لكن هل الأمر مرتبط مباشرة ربما كما أشرت ضمنيا بالعدو الصهيوني بالكيان الصهيوني؟ ربما هناك الدكتور معنا في الاستوديو دكتور مختار العشري أيضا ربطه بموضوع صفقة القرن وتمرير صفقة القرن في هذه المرحلة. دكتور صفي طبعا ما هي متشابكة، يعني هو يعني إقناع، لأن طبعا خد بالك يعني الفلسطينيين كان لهم يعني تواجد في أمريكا من خلال يعني طبعا اتقفل المكتب وكده دلوقتي، لكن يعني اللي أنا عاوز أقوله بالنسبة للرأي العام الأمريكي، الرأي العام الأمريكي بعد ما كان يعني في السنين 50 سنة أو شيء كله معبأ ضد مع إسرائيل ولا يهتم بالقضايا الفلسطينية، دلوقتي العكس يعني في انقسام في الرأي العام الأمريكي، فبتلاقي يعني مثلا الحزب الديمقراطي كثيرون منهم عندهم يعني شيء من العطف على ما يحدث
للفلسطينيين وهكذا يعني. لكن هم طبعا الإسراع في هذه العملية واستغلال لكذا حاجة، استغلال لوجود لأول مرة في مصر عميل صهيوني، عميل بيعمل مع تل أبيب يدا بيد وخطوة بخطوة، فهم عاوزين وإلى جانب طبعا إن إنسان زي ترامب هو لا شك أيضا مطيع جدا لللوبي الصهيوني هنا، فهو محاولة للإسراع قبل نهاية سنتين أو سنة ونص الباقين في عهدة ترامب، أنهم يحققوا كل الإنجازات أو أكبر إنجازات بتحلم بها إسرائيل الصهيونية العالمية من زمان. فيعني طبعا دي جزء منها حرب نفسية، وجزء منها جس نبض وبالونة اختبار، وجزء منها تحرك إلى الأمام، ولا شك أن في تحرك للأمام، دليل أن البيت الأبيض بيعلم، هو ممكن يعلم، لكن هل الكونجرس هيقف معاه؟ هل المحكمة الدستورية هتقف معاه؟ هل الدستور الأمريكي يسمح؟ ده يعني لا هيحتاج لسنين طويلة جدا. لكن في الحالات الطبيعية دكتور صفية، ما الذي يترتب على مثل هذا القرار من إجراءات تخص أي جماعة يتم تصنيفها إرهابيا أمريكيا؟ لا طبعا لازم إجراءات طويلة، أولا لازم يكون هذا المانع موافق للدستور الأمريكي، وثانيا يكون قانونيا مقبول، فده لازم الكونجرس بغرفتين لازم يؤكد هذا، ولازم يكون في دلائل على ان هذه الجماعه جماعه ارهابيه. ففين بقى جيب الوثائق، جيب الادله، هذا يعني. وشفنا ما حدث في بريطانيا من قبل، ونفس الشيء قعد بعد سنتين ثلاثه ما حدش قدر يثبت ان في ارهاب من داخل هذه الجماعه. لكن هذا ليس يعني لا يوجد مبرر ان احنا نبرئ الجماعة تماما، لأن هم لا يلعبوا أوراقهم الحقيقة بحرفية. هم فعلا يعني توقفوا عن أي الأعمال العنف من زمان، يعني من الخمسينات يمكن، لكن هم لا يجيدوا اللعب بالكروت السياسية لأسباب كثيرة بقى يعني يطول شرحها. يعني كانوا ممكن يتفادوا كثيرا هذه الهجمات الاستباقية، وكان لو لعبوا كرتهم بطريقه احسن، لكن هم بطيئين في التحرك، وفي بعض الاحيان عنيدين في المناقشات. طيب خلينا معاك دكتور صفي، لانه دكتور مختار العشري معانا مستشار القانوني لحزب الحريه والعداله. دكتور مختار تعليق. انا اولا بحيي الدكتور صفي، وانا زي ما قلت من شويه ما يهمني جدا ان اسمع رايه، لانه هو موجود بالفعل على الارض الامريكيه، ويعرف هو اكثر قربا للسياسه الامريكيه وايضا القانون الامريكي والدستور الامريكي. فالكلام اللي بيقوله طبعا انا باثني عليه، لكن مساله ان الاخوان فيها مرونه او لا تلعب بالكرت هذا امر اخر، يعني ده موضوع اخر. لكن مسألة أن يحاول العدو الصهيوني وزيله السيسي أن يصنفوا عن طريق ترامب أو غيره الإخوان المسلمين بما ليس فيهم، فهذا أمر يعني إن شاء الله لن يكون. وهم حاولوا كما قلت بالتفصيل، شرحت بالتفصيل ما حدث في 2017 وما بعدها، وإن شاء الله لن يصلوا كما قلت أيضا إلى هذا القرار، وهذا ما أكده الدكتور صفي. طيب أعود إليك دكتور صفي ربما سريعا، سألتك عن الإجراءات التي تترتب على إصدار مثل هذا القرار اللي هو اعتبار جماعة معينة جماعة إرهابية، ما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك بعدين، الآثار؟ يعني هل يكون اضطهاد لأفراد الجماعة في كل مكان في العالم، ربما اضطهادات مالية، عقوبات من أي نوع ربما دكتور صفي؟ أنا لست محامي ولا أدعي العلم القانوني، لكن طبعا مفهوم إن إذا حدث فعلا يعني وصلنا إلى هذه المرحلة، وفي رأيي يعني هتاخد يعني أعوام وليست أيام ولا أسابيع ولا شهور، لكن إذا وصلت إلى هذا الحد اعتقادي إنه لن نصل إليه بدون مؤسساتية، هذه بلد مؤسسات، لن يكون
القرار للكابينت او للوزراء بتوع ترامب والبيدل اب. لازم الى اي درجه المؤسساتيه حاضره في هذه المرحله بالتحديد دكتور صفي؟ يعني راينا اليوم على سبيل المثال جون بولتون يساند الانقلابي جوايدو في فنزويلا ويعتبره الرئيس الشرعي للبلاد قبل ان ينجح حتى الانقلاب. وهو طبعا جون بولتون اذا كان في خطه عشان انقلاب في فنزويلا هي جاءت من مكتب جون بولتون. يعني هو مش حكايه تأييد، هو حكايه يعني من هو الذي يفكر في هذه الانقلابات المشؤومة يعني على الشعوب يعني. نعم. فاللي انا عاوز اقوله ان يعني هتاخذ وقت طويل، وفي هذه الحالة لازم يعني لا يكفي انك تقول انا مش حرام انا مش لص، بل يجب ان ترسم وتساعد نفسك بان الصورة الذهنية تتغير. الصورة الذهنية عند الغرب كما نعلم بسبب يعني صناعة الإسلاموفوبيا اللي بيصرف عليها هنا في هذه المدينة اللي أنا أعيش فيها فوق 205 مليون سنويا، يعني صناعة قوية جدا اللي هو كره الإسلام. نعم. فلذلك لا يكفي أن الإخوان المسلمين يقولوا إحنا لا نعمل أي إرهاب، لا، لازم أنتوا يعني تغيروا الصورة الذهنية في العالم كله عنكم بطرق دي يعني ليها ده حقل كامل بقى اللي هو حقل الدعاية وحقل الإعلام وحقل العلاقات العامة. يعني فهذه لذلك أنا أقول ليه هم يعني فيهم البطء، فيهم عدم الخروج خارج الصندوق ليفكروا كيف نقدم صورة جديدة ذهنية للجماعات الإسلامية وعلى رأسها أكبر جماعة يعني. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفي الدين حامد مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية، كنت معنا على الهاتف ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. ورحب بضيفنا انضم إلينا دكتور مختار كامل المحلل السياسي المصري. دكتور مختار أهلا بحضرتك. دكتور مختار، في أي إطار في البداية رأيت يعني توجه الإدارة الأمريكية الآن الذي أعلنت عنه متحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بأن ترامب يعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أو تنظيما إرهابيا؟ عامل الاحتيال، العامل الأول هو الداخلية الأمريكية وقلق شديد شأن تجربة إرهابية لفترة ثانية. دكتور مختار لا أسمعك بشكل جيد، لو تكرمت لو تغير مكانك حتى أستطيع سماعك، ربما الشبكة فيها مشكلة. طيب ربما هناك في مشكلة في التواصل أو في الشبكة من المصدر. مشاهدينا الكرام أعود إليك مرة أخرى. يعني دكتور مختار آخر ما قاله هو بيتحدث عن بيضيف سبب آخر غير سبب موضوع صفقة القرن والضغط الصهيوني على وإن كان يتصل بها يعني أيضا، وهو خوف ترامب وقرب الفترة الرئاسية الثانية. معلوم طبعا أن في تقريبا حوالي 15 شهر بتظل في انتخابات داخلية في داخل الأحزاب الكبرى حتى يصل في النهاية إلى اختيار شخص سواء كان الرئيس الحالي أو غيره للفترة الثانية في الحزب الجمهوري وكذلك في الحزب الديمقراطي، ثم تبدأ إجراءات الانتخابات وتنتهي في 11 قبل التسليم في 1/2021. ولذلك قرب المسافة دي هي ربما يكون سبب من الأسباب بيضيفها. طيب. الأستاذ مختار كامل هو عاد إلينا دكتور مختار ليوضح لنا الفكرة. ممتاز. مرة أخرى دكتور مختار أهلا بك. أهلا وسهلا. تفضل يا دكتور تفضل. أنا كنت بقول لك إن هناك عاملان أساسيان يتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية. نعم. ترامب خالص بالشدة على تدقيق الرسالة الأساسية لأن هناك احتمالات كبيرة لو تم تجدد في فترة رئاسية ثانية ربما ينتهي به الأمر إلى السجن. وبالتالي فهو في حاجة مادة إلى أن يقوم
شيء يمكن ان يجمع حوله مزيدا من المؤيدين ويقوي قاعدته الانتخابيه. هذا هو العامل الاول. العامل الثاني هو المفاوضات التي جرت بين ترامب ناحيه وبين السيسي وعدد من يعني الحكام العرب في السعوديه والامارات، واتصور ان هذا يرتبط ارتباطا بسيطا بصفقه القرض وغير ذلك الامور. حدثت يعني مساومه ان يتم اعلان الجماعه جماعه ارهابيه تصديقا لخاطر هؤلاء الحكام مقابل قد هؤلاء الحكام نزلات معينه غير معروفه حتى الان فيما يتعلق بصفقه القرض ربما بشان هذه الامور. ذلك ما العاملان يرفض النظر ان ترامب كان جاي للسلطه في يناير 2017 كان ولع شديد بان يعلن هذا الامر وهو اخوان جماعه هي وفعلا كان اخذ عن هذا 2017 واحدث ذلك ضد قياده الروسيه الاسبانيه وقلت وقف رايت تقمص من عدد الشركات والمؤسسات التجاريه التابعه له وما الى ذلك. ولا يتحقق السبب في أعتقد أن يتحقق هو خطا جاء ترامب من أجهزة مخابراتية متعددة بالذات في الأرض يعني رأسيها المخابرات البريطانية والإسرائيلية وأجهزة أخرى التي نصحت ضد هذا الثراء كثيرة ومتعددة بل تحدث عنها إلا لو سألت يعني عليه. طيب دكتور مختار، إذا كان هذا الأمر يعني هناك عاملان رئيسيان كما ذكرت وعاملان قويان في نفس الأمر في نفس ذات الوقت، يعني أحدهما متعلق بمنصب الرئيس ومتعلق بترامب والآخر متعلق بصفقة كبيرة كصفقة القرن ووراء الاثنين ربما الكيان الصهيوني، هل ترى بأنه سيكون هناك استماتة في استصدار مثل هذا القرار بشكل أو بآخر؟ أم أنه الأمور ليست بسهولة أن يتم تعيين جماعة كجماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟ لا، أنا أرى أن الأمر مرجح، أن ترامب في الآن أرى أنه مرجح، مرجح ليس معناه 100%، لكن معناه مثلا 75-80% لسه كذلك، إنما مرجح بسبب العاملين السابقين وأيضا أن هذا الأمر قد طرح منذ عام ثم كان مرة هذا دليل على أن ما منع الأمر في يناير 2017 المضي قدما الآن ظهر له حقائق جديدة أو ست حقائق جديدة، يعني عنده مبررات جديدة تدفعه إلى أن يعيد القرار مرة أخرى. ما تنساش هو شخص جدا لما يعمل حاجتين مرتين ويتراجع، إن هو يتراجع أول مرة بلع انما رجع مرتين متسلسله، ولذلك انا ارجع ان الامر سوف يعني هو كذا. نعم دكتور مختار. خلصت الاجابه عنك. طيب يا دكتور اشكرك شكرا جزيلا. دكتور مختار كامل المحلل السياسي المصري كنت معنا عبر الهاتف، ونعتذر على ربما رداءة الصوت من المصدر. شكرا لك دكتور مختار. أعود لك مرة أخرى دكتور مختار العشري فيما يتعلق بهذا الخبر المتعلق برجل أعمال مصري حسن مالك، حيث قضت محكمة مصرية اليوم بالسجن المؤبد له وستة آخرين وإدراجهم على قوائم الإرهاب. قال مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والمنعقدة جنوبية القاهرة قضت بالسجن المؤبد 25 عاما بحق حسن مالك ونجله حمزة وعبد الرحمن السعودي وأربعة آخرين، والسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين بينهم سيدة وبراءة 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم. أضاف المصدر كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انتهاء فترة محكوميتهم، وجاءت الإدانة عقب اتهام في القضية المعروفة إعلاميا بالإضرار بالاقتصاد القومي في غضون الفترة ما بين 2015 حتى أواخر سبتمبر 2017 رغم نفي هيئات الدفاع عن المتهمين صحة تلك التهم.
في أي إطار يعني يأتي هذا الحكم على حسن مالك ونجلي وست آخرين بالمؤبد والإدراج على قوائم الإرهاب؟ نعم، في إطار إفقار الشعب المصري. حسن مالك ورجال الأعمال الذين يقومون على شركات وعائلة ووراء هذا ذلك عائلات كثيرة جدا بترتزق مثل هذا الأمر، ويفيدون الاقتصاد المصري إفادة كبيرة جدا. طبعا في إطار ما يفعله الانقلاب بمخطط واضح وبشكل واضح جدا، وهو محاولة إفقار الشعب المصري إلى أقصى درجة ممكنة، حتى كما قالت السفيرة السابقة الأمريكية السابقة بالقاهرة، حتى يطلب الشعب المصري نفسه التدخل العدو الصهيوني لإنقاذه من الفقر. هذا هو المخطط الذي ينفذه السيسي ومن معه، وللأسف الشديد القضاء وقع بين براثن هذا الانقلاب العسكري، وأصبح مخلبا من مخالبه مع الأسف الشديد، وأصبح ينفذ كل ما يطلبه منه السيسي. لأن حقيقة الذي أصدر الحكم اليوم هو قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، انتقاما من الإخوان المسلمين وهؤلاء الشرفاء، وإفقارا للشعب المصري وفق المخطط المرسوم له. هذا باختصار يعني. نعم، كان هناك تفاعل على صفحات السوشيال ميديا مع هذا القرار أو هذه القضية، قضية رجل أعمال المصري حسن مالك ونجلي وست آخرين الذين حكموا بالمؤبد وتم إدراجهم على قوائم الإرهاب. ومعنا بعض التغريدات. أحمد يوسف يقول: قضاء السيسي يحكم بالمؤبد على المهندس حسن مالك ونجله وخمسة آخرين، عمل إيه؟ سؤال. سرق، باع جزر، تنازل عن حقوق غاز في المتوسط، عوم الجنيه، اقترض ودين البلد بتريليونات، جوع المصريين. هذه كلها أسئلة. تنازل عن مياه النيل، تنازل عن مياه النيل، قتل المصريين، هل هو أفقر المصريين، هل هو اعتقل المصريين بعشرات الألوف أو قل أكثر من ذلك؟ يعني الذي يجب أن يحاكم وأن يوضع في السجن أو حتى يقتل هو ذلك قائد الانقلاب العسكري وأركان حكمه بالكامل الذين تسببوا في كل هذا الدمار والفساد في البلاد. التغريدة الثانية معنا شيرين تقول: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، حسبي الله ونعم الوكيل. صورة نعم لأحمد عز وصورة لحسن مالك. نعم، لا يا كانت تجيب صورة للسيسي الحقيقة. يعني أحمد عز يعني أقل بكثير جدا مهما فعل، لا 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 يمكن أن يصل إلى هي مقارنة في الحالة بأن هذا أخذ براءة وهذا مؤبد. نعم، لكن هذا المعروف أحمد عز المعروف يعني الذي الكاذب أكبر كذوب هو الآن في مصر هو ذلك قائد الانقلاب العسكري، فيصدق فيها الكاذب، أي سواء صورة السيسي أو صورة حتى أركان حكمه بما فيهم القضاء، لأن قاضي اليوم كان يجب أن يوضع مكان أحمد عز، يصدق فيها الكاذب وهذا القاضي الذي أصدر هذا الحكم، ويكذب فيها الصادق وهو الأستاذ حسن مالك وإخوانه، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. نعم، حتى نفسي. من ناحية أنه هذا رجل أعمال وهذا رجل أعمال. نعم صحيح، وهذا صحيح. المعروف وهذا يخون الأمانة، وهذا معروف أنه بفضل الله يعني من أفضل رجال أعمال الذين خدموا الاقتصاد المصري في السنوات العشرين الأخيرة. التغريدة الثالثة معكم مشاهدينا الكرام، تغريدة حساكا مساكا: السيسي رمز الفشل والتخلف والخيانة، يحبس رموز العفة والطهارة والعلم والتجارب الناجحة المبهرة. حسن مالك. نعم صدق، طبعا صدق هذا الشخص أخونا الأستاذ حسن مالك، ومعه المهندس خير الشطر، كانوا شركاء في كثير من الشركات منذ نهاية الثمانينات، وهم أصحاب العلم فعلا، ده
وأنشأوا شركات كلها كانت يعني ترفع من شأن مصر في بشكل كبير جدا وتتقدم على شركات عالمية وحاربتها. وأظن قضية سلسبيل معروفة التي حاربتها الدولة من سنة 92 وما بعدها. وبعدها هم من أدخلوا في مصر ما يسمى بالسلع المعمرة على سبيل المثال، وأفادوا مئات الألوف بل ملايين من شعب مصر. الذي أدخل هذه التجربة هو حسن مالك الذي يسجن اليوم، حسن مالك الذي فكر في قصة السلع المعمرة وبدأ بتجارب في بعض النقابات وانتشرت الآن لمدة 20-30 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن يسجن لأنه حاول أن يساعد أهل مصر وشعب مصر. أما الخائن الذي باع مصر ويحاول أن يفقد مصر فهو يحكم الآن في قصر الرئاسة. مع الأسف. التغريدة الرابعة وهي آخر تغريدة معنا، فاضل سليمان. نعم دكتور فاضل طبعا، يقول سيجعل الله بعد عسر يسرى، تدبر القرآن حسن مالك. طبعا ماذا فعل الله بيوسف عليه السلام؟ نعم خرج من السجن وأصبح رئيس وزراء مصر. نعم يعني ويحكم في أكثر من 7 وزارات وباقي الوزارات تحت إمرته كرئيس وزراء مصر، عزيز مصر. وبعد أن كان سجينا في سجون مصر بتهم باطلة أيضا كما قالوا عنه، وبعد فترة لكن كانت امرأة العزيز وبعض النساء أكثر طهرا وصدقا من هذه التغمة الحاكمة مهما كانوا، حتى لو وصلوا قضاة أو رؤساء جامعات أو غيرها. هؤلاء كانوا نساء رغم ما فعلوه في البداية، إلا أنهم أصبحنا شريفات عفيفات اعترفنا بالخطأ، والآن حصحص الحق وخرج يوسف معززا مكرما ولم يرضى أن يخرج بعفو رئاسي من الملك في ذلك الوقت، وإنما بعفو ملكي، وإنما أراد أن يثبت براءته أولا حتى خرج عزيزا لمصر وأنقذ مصر بعد أن خرج، بل من قبل أن يخرج بتفسيره للحلم أنقذ مصر مما كانت ينتظرها من 7 عشاف. هذا الأمل لازال موجود طبعا دكتور؟ لا أصلا لن يعني لن يصح إلا الصحيح، ولن يظل حسن مالك في 25 سنة كما يحلمون. بالمناسبة عبد الناصر زمان كان بيأشر على الملفات والبعض رأها بنفسه أن بعد ما ينتهي حكم فلان يتم اعتقاله مدى الحياة. مات عبد الناصر وخرج هؤلاء قبل يعني مجرد وفاته، وأصبحوا بفضل الله علماء وجالوا وذهبوا إلى كل الدنيا وفتحوها، وأصبحت الإخوان في 92 دولة وعبد الناصر في المجاري. خبر مؤلم ومتكرر مع الأسف في ظل الحكم العسكري الحالي، وفي ظل يعني وجود أكثر من 60,000 معتقل في داخل سجون الانقلاب. توفي داخل محبسه في سجن أسيوط جنوبية مصر المعتقل محمد عبد الله جراء الإهمال الطبي وفق مصادر حقوقية. أفاد بيانان منفصلا صادرا عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات بأن محمد عبد الله عانى قبل وفاته من تليف في الكبد واستسقاء، لكن إدارة السجن رفضت السماح له بالعلاج مما تسبب في وفاته. بحسب مصدر حقوقي تعد وفاة عبد الله الحالة 15 هذا العام نتيجة الإهمال الطبي في السجون المصرية، ليصل عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 إلى 687 معتقلا. حمل مركز الشهاب إدارة السجن مسؤولية وفاة المعتقل واستنكر الإهمال الطبي والانتهاكات بحق المعتقلين، كما طلب النيابة العامة بالتحقيق في هذه الواقعة والوقائع المشابهة وإحالة المتورطين للمحاسبة. أنا الحقيقة لا أرضى عن كلمة الإهمال الطبي. الإهمال الطبي تحمل عدم العمد، شبهة عدم العمد في هذا. أنا أعتقد
اعتقاد يعني جازم، لأن الحالات تعرض على إدارة السجن والإدارة الطبية، ويعرفون جيدا أن هذا الشخص مثلا عنده قصور في القلب أو قصور في وظائف الكبد أو في غيرها، ويتعمدوا ألا يطببوه وألا يخرجوه إلى المستشفى وألا يأخذ علاجه الذي هو متعود عليه في خارج السجن. هذا قتل عمد يتوافر في كل أركان الجريمة، سواء كانت من الناحية المعنوية أو الناحية المادية، فالقصد واضح جدا وهو قتل هؤلاء داخل محبسهم، والفعل المادي هو منع الدواء أو منع العلاج، فهذه جريمة قتل عمدية. نعم يحاسب عليها من أمر بذلك ومن نفذها بيده. يسمونه قتل عمد بالإهمال الطبي، يعني هو يسمى حتى بنفس لا الأمس. كلمة إهمال أنا أرى فيها أنه هو ربما أصنع، ربما أعطيك شيء ولكن أهمل، أفعل ولكن أهمل، لكن ليس منع العلاج تماما، هو قتل عمد. هذا عمد، هناك حالات يمنع دخول العلاج ليها، يعني أنت تقتله لما يبقى مريض سكر ومريض ضغط، مريض قلب، عنده مريض كبد ومريض كلى، وتمنع عنه الدواء يعني تقتله. ما أنت إلا قاتل، سواء كنت وزيرا أو رئيسا لمصلحة السجون أو مديرا للسجن أو رئيس للمباحث أو غيره، أو 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 قاتل الأكبر وهو السيسي، كل هؤلاء قتلة، لأنهم يقتلون الناس بشكل عمدي. عندما تأخذ شخص مريض كبير في السن في السبعين أو أكثر وتضعه في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الأكل والشرب، أنت تقتله. ومن أشد أنواع القتل، لأنه قتل بالبطيء كمان، مع نعم تألم مع كل وقت، يعني يريد أن يتخلص من قادة العمل، ثورة قادة الثورة، سواء كانوا شبابا أو شيوخا في السجون، ثم يقول ماتوا ماذا أفعل. لا، أنت قتلتهم كما قتلت الباقين في ربعة وفي النهضة، وقتلت الشباب بدم بارد، وتسمي ذلك في التبادل إطلاق نار وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. أنت قاتل في النهاية بأشكال مختلفة. أن ترمي بعض الشباب من الدور الخامس وتقتل الآخرين في المزارع وتقتل غيرهم في أماكن مختلفة، وتقول أنا تبادل إطلاق نار وغير، واللي رميته من البلكونة ده برضو تبادل إطلاق نار. لكن هذا العدد الكبير 687 معتقل ماتوا داخل السجون جراء منع الأدوية نعم، هل هذا العدد حدث قبل ذلك في خلال مدة 5.5 سنوات دكتور على مدار السنوات السابقة؟ نعم نعم، هو في هناك إحصائيات بهذا الأمر بدقة موجود، ربما يزيد في سنة وقل في أخرى، لكن في النهاية طبعا مع طول سنين وطول الحبس يكون احتمالية الوفاة أكبر من أول سنة ومن تاني سنة وهكذا. فبالطبع هذا العدد مرشح للزيادة في الفترة القادمة، يعني احنا في أقل من 4 شهور وفاة 15 حالة، فإذا قست خمس سنين 687 عدد. نعم. كبير. نعم. هل حدث أيام عبد الناصر ذلك؟ لا، يعني لم يصل لا أبو جهل ولا فرعون مصر ولا غيره من القتلة على مدار التاريخ في مصر وصلوا إلى هذا الإجرام الذي حدث من هذا القاتل السفاح عبد الفتاح السيسي، خاصة ما حدث في رابعة والنهضة. لم يحدث أقصى ما فعله عبد الناصر في حوادث معينة مثل حادث دخول الجنود والضرب في الزنازين بشكل عشوائي، وقتل البعض في الصحراء، في صحراء اللي أصبحت بعد ذلك مصر الجديدة ومدينة نص، صحراء مدينة نص، ودفن البعض والبعض في الوادي الجديد، لكن في ليس بهذه البشاعة التي تحدث يوما بعد يوم ولمدة 5 سنوات كاملة. بالمناسبة هذا المسلسل بدأ من قبل الانقلاب العسكري، منذ وصول الرئيس مرسي وهو يحاول، بل منذ ثورة يناير وهم يقتلون الناس بدم بارد، كما حدث لحوالي 1300 في ثورة يناير 2015 وما
بعده. طيب أشكر شكرا جزيلا دكتور مختار العشري المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، كنت معنا في هذه الحلقة من مباشر مصر، شكرا جزيلا لك. جزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونكمل معكم حلقتنا، ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه وسيحكم التاريخ علي وعلى أهلي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ كان وأكبر معوق لحركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. علق السيسي على نتائج الاستفتاء الأخير الذي أجري على تعديلات دستورية تمهد لسيطرته على الحكم حتى عام 2030، معتبرا إياه بأنه جبر لخاطره. جاء التعليق الأول من السيسي على نتائج الاستفتاء خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالأسكندرية. خطب السيسي المصريين قائلا أنتوا جبرتوا بخطري وخاطر مصر. سابقا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء الماضي موافقة 88.8% على تعديلات دستورية طرحت أمام البرلمان للنقاش في فبراير الماضي وأقرها في شهر أبريل الجاري. إذن ما حدث من مسرحية هزلية وما حدث من رقص أمام اللجان جبر بخاطر السيسي. من وجهة نظر هو بالنسبة له أن الناس تخرج ترقص قدام اللجان هو جبر خاطر بالنسبة له، هو بالنسبة له كده هو مرتاح حاسس أنه عمل اللي عليه وأن الناس فرحانة بيه والناس حاسة أنه هو عمل إنجازات. بالنسبة للمشاهد الخناقات على كرتونة الزيت اللي فيها زيت وسكر ورز للناس الغلابة المساكين اللي كانوا بيتخانقوا عليها، وكان في مشهد إذلال وإخضاع للشعب المصري ولعموم الناس وبالذات الطبقة الفقيرة، الطبقة المسكينة، الطبقة المحتاجة، الطبقة اللي في كتير منهم مضطرين، إن هم ناس مضطرة، واحد مضطر واحد مش لاقي ياكل فمضطر يروح ياخد الكرتونة بغض النظر بقى هو انتخابات مش انتخابات، ناس ملاش دعوة بالسياسة، ناس عرفت ان في كراتين بتتوزع بتوزعها عربيات للقوات المسلحة مع الأسف وحزب مستقبل وطن، فناس مساكين في النهاية رايحين ياخدوا الكرتونة. لكن هو العبرة بالمشهد نفسه، رمزية المشهد، ما الذي كان يراد من هذا المشهد؟ هو يراد منه الإذلال، إنك تبقى مذلول، تبقى خاضع، تبقى مالكش، تظهر بالصورة دي ويظهر شكل الناس، شكل الشعب المصري بالصورة دي. لكن مش هو ده عموم الشعب المصري اللي اتخانق على كرتونة. هو في يعني نسب الفقر زادت بدرجة غير متخيلة وغريبة، أكتر من 30 مليون تحت خط الفقر، 30 مليون، تخيل 30 مليون، دي إحصائياتهم، وأنا أعتقد أنه العدد أكثر من ده بكتير، لأنه لو كان 30 مليون قبل الانقلاب دلوقتي شوف الأعداد بتزيد إزاي وبشكل كبير إزاي والناس بتتضرر إزاي من السياسات الخاطئة للانقلاب العسكري من 2013 وحتى الآن. فمشهد الذل والخضوع ده، مشهد القماءة في الرقص أمام اللجان، مشهد الحقارة مع الأسف في رقص الرجال وهز وسطهم أمام اللجان بهذا الشكل، هو بالنسبة للسيسي جبر خاطر. فالسيسي بيعتبره كده، بيعتبر أن الناس اللي نزلت دي جبرت بخاطره.
هو طبعا يعني كون فكرة جبر الخاطر على ان النسبة 88% زي ما هو بيعتقد او 89 زي ما هو بيعتقد، يعني فكرة اللي هو يكذبوا الكذبة الكبيرة جدا على الشعب المصري، وكذبة مصيرية مش كذبة بسيطة، يعني مش كذبة بيضة، يعني زي ما بيقول كذبة مصيرية على الشعب المصري ان 88% راحوا صوتوا، يعني 44 مليون 27 مليون بني آدم راح صوت في الانتخابات دي اللي شفناها فارغة، وشفنا بس مشاهد زي ما قلنا الرأس والكرتونة. هو مفكر انه فعلا 27 مليون واحد راح، او هو بيحاول يخلي نفسه تصدق ده، يعني بيحاول يمني نفسه ان 27 مليون راحوا ينتخبوا او راحوا يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. لكن كل ده محض كذب ومحض افتراء، لان احنا شفنا لما كان 21 مليون ولا 25 مليون بيروحوا ينتخبوا، كنا بنشوف كيلوات المترات من الطوابير للناس اللي واقفة مستنية دورها عشان تدلي بصوتها، لما كان في ثقة من المواطن وبين اللجنة، لجنة الانتخابات، لما كان في ثورة ففي ثقة، طالما في ثورة يبقى في ثقة، البني آدم بيتحرر، بيحس انه حر، حس ان صوته ده بيؤثر، حس ان في ثقة، صوته مسموع، حس ان لما احط صوتي هنا اللي انا عايزه ده اللي هيجي، ولو انا مش عايزه اغلبية الناس عايزاه يبقى هو ده اللي هيجي، وهكذا. فالكلام ده طبعا مش موجود دلوقتي تماما باي حال من الاحوال، لكن السيسي في النهاية اعتبره جبر خاطر ليه هو وجبر خاطر لمصر. طيب اذا كان هو جبر خاطر للسيسي، فما هو وجهة النظر انه ده جبر خاطر لمصر؟ يعني مصر استفادت ايه؟ يعني ما الذي استفادته مصر؟ وهل مصر دي اللي هي الارض، يعني الارض التراب والمية والسماء والحيطان والمباني، ولا ايه مصر؟ يعني ايه مصر؟ مصر وطن، ارض وشعب. فهل اتجبر حل او اتجبر خاطر مصر اللي هو الارض يعني، ولا اتجبر خاطر مصر اللي هو الشعب، ولا السيسي بيختزل مصر فيه هو كشخص، فهو بيكرر الامر مرتين، انتوا جبرتوا خاطري وخاطري، لانه هو مصر من منظور السيسي ليست مصر التي نعرفها، مصر بارضها، مصر بنيلها، مصر بمصانعها، مصر بشعبها، مصر بمساجدها، مصر العريقة، مصر الحضارة، مصر الإسلام، مصر القرآن، مصر الأخلاق، مصر التربية، هي دي مصر اللي احنا نعرفها اللي كانت مصر. لكن دلوقتي مصر ما أصبحتش مصر، مصر دلوقتي انتكس فيها كل شيء وكل حاجة بقت بالعكس، مفيش مصر بتاع زمان، مفيش دلوقتي، مفيش مصر اللي كانت زمان، كل حاجة انتكست وكل حاجة ما بقتش على طبيعتها، وكل حاجة بقت مزيفة، وكل حاجة بقت كذب، كل حاجة بقت افتراء. فين جبرنا خاطر بمصر اللي اتباع نصها، اللي اتباع الجزر؟ فين جبرنا حال مصر او خاطر مصر اللي اتفرط في الغاز بتاعها بتاع المصريين في المتوسط؟ فين مصر اللي اتجبر خاطرها بتفريعة السويس، ولا بسد النهضة اللي هيمنع المية عن الناس بنسب، يعني مش هنقول انه هيمنع المية خالص، بنسب حتى الآن، وحتى الآن ما فيش أي سياسة رادعة لإثيوبيا اللي بتبني سد النهضة اللي هتعمل كارثة مائية، وبتحليلاتهم هم وإقرارهم هم وبتصريحاتهم هم، تصريحات النظام اللي قالوا نحن دخلنا في فترة أو في مرحلة إفقار مائي. فأي جبران خاطر لمصر فيما حدث؟ هل الناس حاسة أنه اتجبر خاطرها؟ ما هو مصر زي ما قلنا شعب وأرض، هل الناس حاسة أنه خاطرها اتجبر بعد المسرحية اللي حصلت في مصر؟ طيب انضمت لنا دكتورة منى عمران ناشطة السياسية. دكتورة منى أهلا بحضرتك. حضرتك دكتورة منى، في البداية في أي إطار يعني تابعتي ما قاله السيسي؟ ربما في جزئية بأنه الانتخابات أو الاستفتاء على التعديلات الدستورية
والمشاركة فيها، السيسي خطب المصريين وقال لهم أنتوا جبرتم بخطري وخاطر مصر. كيف يمكن أن تفهم هذه العبارات؟ هو في الحقيقة فضح نفسه وفضح الإعلاميين بتوعه اللي قالوا أنه هو مش راغب سلطة، وإن هو راجل يدعى إلى السلطة. نعم. وأظهر بتعليقه دوت أن ده شيء غير حقيقي. نعم. هو بيتكلم عن جبر خاطره وبعدين ما بصش للشعب خالص، اللي هو الشعب دوت اعتدى على دستوره. احنا عايزين فراغ دستوري نتيجة الاستفتاء اللي هو قالوا عليه معظم القانونيين والفقهاء الدستوريين ان هو والعدم سواء. نعم. واحنا بنعتبر نفسنا دلوقتي فعلا عايشين في فراغ دستوري بعد ما هدم الدستور اللي كان موجود. طب هو بيخاطب الناس دلوقتي دكتورة منى وكأنه فعلا 27 مليون شاركوا في الانتخابات او شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. هو ده عبد الفتاح السيسي بيكذب الكذبة وبيصدق. لكن فكرة اتجبر خطره، أكيد اتجبر خطره يعني بالشكل باللي حصل بالاستفتاء بخروج الناس الجزئي بالنتائج اللي طلعت في النهاية، أكيد هو اتجبر خطره من وجهة نظره. لكن فيما يتعلق بخاطر مصر، ما الذي يعنيه مصر عندما يقول السيسي بأنه جبرته خاطر مصر؟ هل هو يختزل مصر في نفسه هو في شخصه، أم أنه غايب عنه فكرة أن مصر أرض وشعب ووطن؟ هو كده جسد نفسه في صورة مصر وجسد مصر في صورة نفسه، وده شيء غير حقيقي. كل ما عمله عبد الفتاح السيسي هو ضد مصر، وهو بيع لمقدرات مصر، هو ملوش أي علاقة بمصر. زي ما قلت لحضرتك هو بيكذب الكذبة وبيصدقها، بيعيش في أجواء إن هو رئيس ليه شعبية وإنه رئيس محبوب وإن الناس بتحبه، وده شيء غير حقيقي. عبد الفتاح السيسي انفض من حوله الناس حتى المؤيدين ليه، حتى من كانوا يؤيدونه من أول لحظة أتى فيها إلى الحكم انفضوا عنه، وناس كتير جدا ما كانتش موافقة على التعديلات الدستورية دي. لاحظناها في العيلة الواحدة، لاحظناها في محيط الصحاب، لاحظناها على السوشيال ميديا، لاحظناها في كل مكان في المواصلات العامة. ازاي ان اجبرته بخطري؟ ما حدش جبر بخطره. انت في الحقيقة اجبرت الناس على انها تروح الاستفتاء وتدلي بصوتها، لما خليت الشرطة جهاز الشرطة اللي انت بتمشيه بحركة منك ان هو يحجز الناس في المواصلات العامة وياخد بطاقتهم ويرغمهم ارغاما على انهم يروحوا ينتخبوا، والناس مش عايزة تروح تنتخب. لا. انت لميت البطايق من الموظفين وخدتها وعملت بيها استفتاء، ده في حد ذاته انت نهيت الإرادة الشعبية للمصريين، انت حجرت عليها. فازاي ان انت بتدعي ان المصريين جبروا بخطرك؟ كذاب أشر، مفيش اي حاجة من اللي بيقولها فعلا حقيقية، ولا هو مصر ولا يمت لمصر بصلة. كل ما يفعله عبد الفتاح السيسي هي طرق وأسلوب صهيوني للقضاء على مقدرات مصر، على النيل، على الأرض، ولسه اللي جاي بينبئ بأنه الأسوأ. طب هو بيعتبر أنه الشعب المصري جبر بخطره، وهنا السؤال، لماذا بعد يوم من الاستفتاء أو من نتيجة الاستفتاء تم فرض قانون الطوارئ أو تجديد فرض قانون الطوارئ؟ احنا في طوارئ، نعيش طوارئ على مدار سنوات طويلة. اعتقد ان هي يعني حركة مسرحية هزلية، ان هو يعني يمكن يكون عايز يقول ان وقت الاستفتاء ما كانش فيه طوارئ، وان الطوارئ طردت بعد الاستفتاء. لكن هي طبعا ما بتفرقش، يعني طوارئ من عدم طوارئ، انه يعلنها او ما يعلنهاش، هو معايش الشعب في اجواء قمعية غير مسبوقة. ودي برضو من أحد الأسباب اللي هي ما بتديش مصداقية للاستفتاء اللي هو عمله، إنه هو حاطط 60,000 بني آدم في السجون، وإن هو بيقمع الناس في أشد درجة. فدي مش أجواء استفتاء بالمرة،
انك انت تتعدى على الحريات العامة وبعدين تطلب من الناس انها تستفتي وتقول رأيها، فده بينهي مصداقية الاستفتاء. نعم، وصلت هذه الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة منى عمران النشطة السياسية المصرية، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. نختم بخبر مشاهدينا الكرام، الحقيقة يعني هو أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وجدل حتى بين الناس في مصر، هو موضوع إعلان أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية. طبعا هذا الجدل بسبب ارتفاعها الجنوني وعدم قدرة المواطن على شرائها مع وصول سعر أقل تذكرة لـ200 جنيه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عن الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات البطولة. جاءت أسعار التذاكر لمباريات منتخب مصر أغلى ثمنا من التذاكر في عدم حضور المنتخب، حيث جاءت سعر تذكرة المقصورة الرئيسية 2500 جنيه مصري، وللدرجة الأولى 600 جنيه، للدرجة الأولى علوية 500 جنيه، للدرجة الثانية 400 جنيه، للدرجة الثالثة 200 جنيه. هذه هي قائمة أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية. صراحة اللي لفت نظري هو ردود الفعل حول هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي في أكثر من مكان. هناك ردود فعل متباينة الحقيقة، هناك من الأغلب رافض لهذه الأسعار، حتى بعض الفنانين وبعض لعيبة الكرة غردوا على هذا الأمر، وبعضهم خد الموضوع بسخرية، والبعض يعني بشكل أو بآخر هناك اعتراض بأشكال متنوعة على أسعار التذاكر. لكن الناس العادية أغلبها رافض طبعا لهذه الأسعار، وفي ناس من طبقة معينة بتقول، وده صراحة اللي أزعجني، يعني بيقول إن إحنا بالعكس خليها تبقى غالية كده عشان مش أي حد وخلاص كده يروح يتفرج على الماتش. يعني إيه أي حد وخلاص؟ يعني إيه أي حد وخلاص؟ هل فكرة الطبقية دي للدرجات دي هي متأصلة عند الناس ديت، الناس اللي حاسة بنفسها قوي، حاسة إن هم بشر وبقية الناس بشر تاني، دول ملهمش لازمة، دول ما يحضروش معانا، ما يبقوش معانا، احنا نضاف قوي يعني، احنا جامدين قوي والناس دي ما تبقاش معانا. للأسف زي ما قلت في البداية انه فكرة الانتكاسة، ان كل حاجة بقت بالعكس، كل حاجة بقت منتكسة، هي اللي خلت وجود الطبقية دي تتجذر وتبقى متعمقة عند بعض الناس كمرض لابد التخلص منه. مشاهدين الكرام، أشكركم على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله. مسيرة تانية جاية، أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسري، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ الشتان وأكبر معوق لحركة الجيش بحث 3-7 ألف قتل مش دولة حقيقية.